مرتبطة بالرباط حدثت لي زلمة ياس عليك يا أمور يا أمور يا الله تهنج السفطة الله يحمك الوالدين ورا عارف اللي كاين الله يسهل صافي ان شاء الله اللهم يسهل الله يحمك داكشي اللي كاين ثم نجي واحنا نجي. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه بالحماق ديالو كما كنقولوا بالهبال ديالو فاشرف النفس ومعروف بسامبا نعم كيقول لي سامبا ومعروف كذلك بالنفس ديالو ما كيرضاش غنخليكم اليوم في طموحاتها كبنت كامراه كام كبزاف ديال الحوايج وسمحت في حياتها الشخصيه وجات جلسات وكضرب تمارة على خوتها من بعد وفاه الوالدين اجرها لله واليوم بغينا خوتي المغاربه يتعاونوا مع هذه الاخت هذه على هذا الاجر هذا كما هاد الاخوان اللي نعتذر دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في على هذا الانقطاع الخارج عن ارادتنا في هذا البث لانه بحكم انه البيت ما فيش الريزو واخا اشرف خذ خويا الميكرو نسمعوك كما كتشوفوا في اليد ديالو ها هي مجموعه اشرف خويا ممكن جيت هنايا اجي عندي هنا حط داك الميكرو حطو هذه هي الوضعيه ديال اشرف مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في بارطاجيو معنا زيد شويه اللورا اشرف سير شويه اللور اشرف يعني حتى الشكل ديالو مسكين 34 سنه فما كبرش يعني ولو انه كما قالت احد اخوات فوليد ديال 10 سنين يقدر يكون كبر منه في السن ولا كبر منه في القد كذلك فسامبا ما كاينش اللي ما كيعرفوش اجي معايا اشرف اجي معايا خويا خذ الميكرو خويا اشرف عاود لينا خوتك المغاربه معاك الان انت على المباشر خذ راحتك كيفاش وقع لك اشرف والسلام عليكم سميتي اشرف تنتي ديال 23 عام باغي ندير واحد العمليه باغي المحسنين يعاونوني كيفاش وقع لك خويا اشرف وكنت ناعس تنط ساقيت راسي من فوق جيت بواحد داوني واحد خميس نعس واحد خميس واحد 15 اليوم داو لي سي السويسي عطاوني برياكه وكسي السويسي بقيتي كدير في الدياليز من ديك الوقت لا وشكون كان كيعاون تتعاون صغير بعد جاك الدياليز وانت باقي صغير لا نعم كتعاوني واحد الطبيبه يعني تقريبا كانت عندك 9 سنين 10 سنين 10 سنين 9 سنين 10 سنين 10 سنين 34 سنه دابا يعني 24 عام ديال الدياليز واخا كمل كنعتذروا دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في على هذه الانقطاعات الخارجه عن ارادتنا ديال البث كونيكسيون ما عندنا ما نديروا ليها نعم خويا اشرف كمل لينا كيفاش خرجت لك هذه الحبوبه دابا اللي ولات كلها دم دير واحد العرق الصناعي اها هذاك هو الدرع اللي كدير فيه الدياليز اه ودابا واش حيت قوت الدياليز ثلاثه المرات لا كنت داير واحد العرق الصناعي ودار لي ميكروب اها وعيت ودرت واحد التيو اها دابا هاديك العرق دير لي ميكروب دير لي حاجة كل الحبوبة ها التصاور يعطيوك هاد الحبوبة دابا شحال دابا باش بداك هادشي شهرين شهرين دابا وانت في هاد المعاناة شحال واش تا شهرين وانت في الحبوبة مطرقة بالدم ومطرقة كدوز قالت لي الأخت ديالك يعني البلاصة اللي كتنعس فيها كتصبح فاسقة بالدم قول لينا اشرح لينا ما تقولش لي غا تنوض بلي تنلقى فاسقة حوايجي فاسقين كلشي فاسق الدم نعم. واحد الليله راه كي جات شي منها من هذاك العرق نعم واش عادي ولا موسخ ولا كيفاش لا موسخ لا موسخ بحال وشنو قال لك الطبيب خويا قال لي الطبيب خصك العمليه العمليه شنو غيديروا لك واش غيحيدوا لك ديك البلاصه ولا شنو غيحيدوا لك العرق وشنو غيركبوا لك شي عرق اخر غيركبوا لي واحد العرق واحد اخر دابا هذاك العرق هو اللي كدار فيه الماكينه شنو كطلب من خوتك المغاربه اليوم؟ كنطلب من المغاربه مساعده يعاونوني بالعمليه شكون كان كيعاونك هاد المده كامل؟ كاينه واحد الطبيبه شي طبيبه مسكينه هنايا؟ هي تندير عندها الدياليز كتعاون معاك شويه؟ قال لي احد الاخوان هنا يعني كل حصه كتزيد جوج ديال اشرح لي كيفاش؟ كل سيمانه تنزيد جوج قراعي ديال الدم
باش يلاه تبقى غادي. هي تتشريهم وهي كلشي من عندها مسكينة، من عندها الدواء وكلشي، إلا كان شي راديو ولا شي سكاني ولا شي حاجة كلشي عندها. الله يخلف عليها كما قالت الأخت. كنتي متوقعة خويا أشرف أنها توصل لهاد الشيء هذا كامل؟ لا عمرها ما كانت في البال. لا ما كانتش متوقعة. لا الله يا كاينة شنو ندير؟ غنتقلق ما نتقلقش. تبارك الله تبارك الله عليك، مغلي كنت تقلق. ورا 23 عام وعاد عاد غادي بغا يدير الله ياهي كاينه، ولكن غيبقى فيك دراعك اخويا، ما بقاش فيك يدك. واه يبغى الله شنو نديرو؟ نتبزو معاه؟ لا لا يبغى الله ياهي كاينه. لا مراد لقضاء الله، حنا راضيين الحمد لله تبارك الله. هذه هي الروح وهذه هي هذا هو الايمان اخويا، هذا هو الايمان، هذا هو الايمان، هذا هو الايمان. ما بغيناكش يعني، بغيناك بغينا خويا اشرف يبقى معنا ويبقى فرحان ويبقى نشاط. واخا هكاك حنا ناشطين وحنا تنضحكوا مزيان، هادشي اللي بغيناك. بغينا تبقى هاكا المورال طالع، لانه النفسيه هي كلشي. نعم نعم خويا. غادي نسول احد الاخوات ونرجع عندك باش ما نتعبكش خويا، لانه شتك عرقتي يعني كما كتعرفوا الناس يعني اللي مرض بهذا المرض هذا تعرق يكون لا ارادي. نعم اختي حياه مرحبا بك، انت يا بنت برج مولاي عمر واحد الناس اللي دلوا على الخير والدال على الخير كفاعله، اجرك لله اختي الله يتقبل منا ومنك. شنو كتعرفي على اشرف؟ اش غادي نقول لك اللي تنعرفو على اشرف؟ بانه اش غادي نقول لك؟ ولد الحومه. وغنقول لك بان ولد الحومه كامله ديال منطقه البرج مولاي عمر، تيبغيه الكبير والصغير اشرف. اليوم انا بغيت نهضر على اشرف ولكن ما قديتش، يعني العفويه ديالو بين انه محبوب، يعني انسان محبوب تيبغيه الكبير والصغير. اليوم اشرف تنطلبوا الناس المحسنين بان يساعدوا هذا الشاب هذا، يساعدوا لنا اشرف. بارك مسكين لقص من الطفوله ديالو، هو عنده 10 سنين هو تيقاسي بداك المرض ديال الكلاوي، واليوم راه تي يساعدوه، يساعدوه في ديك العملية اللي قالوا بأن 3 مليون اللي خاصو باش يدير العملية. تنطربوا الناس المحسنين بأن يساعدوا أشرف. مسكين تبقى له غير يديه، يشوف غير في يديه مسكين بجوج، ما يشوفش عنده يد وحدة ويد وحدة ما كايناش. ما تيطالبش مسكين أشرف شي حاجة، تيطالب مسكين بأن يساعدوه. حياته دائما كنعتذر على هذا الانقطاع مشاهدينا، أكثر من 952 ديال الناس اللي كتشاهد هاد البث المباشر، اللي كنتمناو انه كاملين الى اجتمعنا كاملين الناس ديال المكناس ودرنا غير درهم لواحد ولا غير 50 فرانك لواحد، ممكن نديروا العمليه، ممكن دير العمليه ونمشيو ليه وتعيش. وهذا الشيء اللي كاينه كاينه كاينه، يعني بالنسبه حنا تنشكروا بعدا الاخت ديالو اللي تنشكرها انا بزاف وتنحييها، بانها اللي كانت واحد السيده يعني تزوجات، ولكن باش هي مسكينه دير اسره ودير وليدات، وسمحات جلسات شهر مع الراجل وجات مسكينه باش تقابل خوها بانه مريض، لان الراجل ما قبلهاش بانها تبقى غدا جايه غدا جايه، يعني باش تجلس مسكينه تقابل. يعني انا تنشكرها بزاف على هاد الروح الانسانيه اللي دايره والتضحيه، والتضحيه بان هي راه فيها الام وفيها الاب، بان اشرف يتيم الاب ويتيم الام، بان الام ديالو حتى هي مسكينه بانها راها مرضت، جاها المرض مسكينه وماتت به. بمن جا هذاك المرض؟ جاها باشرف اللي تتشوف ولدها بانها تيتقطع قدامها. حياه غادي نسولك اختي، واش دابا هنا في الاسره ديال اشرف، واش غير اشرف اللي واقع عليه هذا المشكل ولا خوه اخر حتى هو واقع عليه مرض وراثي؟ لا ما كاينش غير اشرف اللي كاين، اشرف اللي عنده هذا المشكل، وغير اشرف اللي خرج يعني يعني تزاد هكا يعني هذه الخليقه يعني هكا من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني وتنطلبوا هادشي كله بالقدر ديال الله. يعني هادشي هو كما تيقول لكم اشرف بانه راضي بهادشي، يعني هادشي راضي به، ولكن اليوم انا تنطالب المحسنين وقلوب الرحمه. اللي بغى الحج ها هو كاين اشرف، اللي بغى الجنه ها هو اليوم اشرف،
احنا ما غندو معنا حتى شي حاجه. سعداتك يا فاعل الخير يا اللي تدير الخير. اليوم اشرف هو تتشوفوا اشرف مسكين ما قدرش يهضر معاكم، تتشوفوا اشرف ما علاش بان اشرف حنا تنعرفوا اشرف من واحد النوع اللي تيعرفوا الكبير والصغير في منطقه البرج مولاي عمر مدينه مكناس. سي اشرف ما تيرضاش يقول لك عطيني حتى درهم. شتي اشرف يقيل يجلس نهار كامل بالجوع وما يمدش يديه ولا يقول عطيني ناكل. يعني اشرف معروف وتيبغيوه الناس كاملين، ولكن حنا اليوم تنطالبوا الناس باش تساعد لينا اشرف. شكرا لك اختي حياه وتحياتنا لك على هذا الكلام الطيب حق اشرف. غادي ناخذ واحد من الجيران ومن الناس يعني المقربين من الاسره ديال اشرف اللي كيعرف صديق ديال اشرف بعد هذا من الناس اللي كيخفوا عليه على الاقل شويه. راه صديق واخ ونيس ونيس مسكيكين. راه هذه راه شهرين وحنا تنلاحظوا ولا عمرو يعني تشجع وقالنا راه عندي حبوبه وراه عندي ما رضاش ما راضي ما لا ما ما, ما راضيش بينا ما راضيش ما راضيش بينا. راه حتى النهار اللي تيكون غادي يدير الدياليز وما تيقولناش راه غادي ندير. يعني انسان راه ربي اللي عالم به زعما مسكين زعما. هانتوما غير كتشوفوه واش هذا عنده 33 عام سبحان الله العظيم. واحد النفس واحد ومنين شنا داير يدو في الجاكيطه مالك اشرف قال لك لا عاديه عاد تنشوفوا الدم خرج له من سميتو. كنا جالسين في القهوه واش غادي نقول لك مسكينه واحد الطبيبه الله يجازيها بخير الله يجازيها بخير الله يجازيها بخير. هي مسكينه اللي سولات على الدكتور باش دير له العمليه لقاو عنده ثقب لحقاش العروق ديالو عنده دايرين له عرق عرق اصطناعي هو اللي تيدوزوا له الدم باش يدير الدياليز. يعني مسكين شوف وكله عروق اصطناعيين في اليد اليمنى ديالو ودابا داك العرق الاصطناعي باش يديروا الدياليز مش دار عليه عمليه راح يدو بدلوه له. فاش بدلوه له داك اللي تحيد القديم هو اللي مسكين ربالو واحد الميكروب في اليد ديالو ودابا وخافوا حتى الاطباء خافوا بان ديك الحبوبه اللي عنده داك العرق يعني توصل له العظم ولا وصلت العظم يعني تقطع اليد. وها هو كنتوما تتشوفوه يعني شوفوا هكا كي دايره المحسنين كيفاش غيكون اشرف ويد ناقصه كي زعما. تنطلب من الاخوان وتنطلب من المحسنين يعني تنقول زعما المحسن ما لقينا له جهد حقيقه والله ما لقينا له جهد وما تيرضاش دابا وما تيرضاش. دابا راه درنا هاد دابا درنا هاد اللايف وراه زعما راه ها انتم تشوفوا غير في التصوير ديالو بحال مسكين ما انتم اللي شديتو فيه انتم. وهذا هو الانسان اللي محتاج. مرحبا الاخ. نعطيك اكثر نعطيك اكثر ماشي غير انا ماشي تنقول عليا انا والله قسما بالله على الاصدقاء كاملين والله الا الاصدقاء كاملين مساكن كون كان ما عرفش شنو يديروا عليه. يعني ماشي دري مسكين لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. شفتي فيه قلتي بزاف مشيو عند الشريف راه جسد كيتكلم مرات بلا ما يقول الفم القلب كيقول كل شيء لا اله الا الله. نعم شريف خونا وانت يعني تنتمي واحد من الجيران اليوم جيتي الا باش تشارك. اخويا شنقول لك العين بصيره واليد قصيره ولكن شنقول لك هذا ماشي هذا اشرف ماشي انا بعدا ماشي خويا وماشي صاحبي. انا كنت كيمشي معايا للدار كتقول لي المراه جبتي لنا الولد الثالث ماشي يعني كانوا كيقولوا له ولدي ولدي هذاك ماشي اقسم بالله. كانت تقول لي المراه هذا جبتي لنا الولد الثالث كان عزيز عليا عزيز عليا بزاف وما كنتش وقلتها له انا في سميتو قلتها له قلت له راه كون كان زعما الجهد والله ما من 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 نوصلو لهادشي ما نوصلوش لهادشي ولكن اقسم بالله هادشي اللي كاين اقسم بالله الى هادشي اللي كاين اقسم بالله الى هادشي اللي كاين ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن كنت كنطالبوا وكنطالبوا من الناس المحسنين الناس المحسنين والناس اللي في قلبهم الرحمه يشوفوا من حال هذا السيد هذا راه مسكين راه ماشي معذب فوق معذب
انا فاش كنعيط له كنقول له، كيقول لي راه سداري عامر بالدم، حوايجي عامره بالدم، راه كيبقى فيا بزاف. نعم اقسم بالله لا كيبقى فينا بزاف هاد الدري هذا. وكما قالت كما غتكون غتكون حل في حياته بعد هذا الشيء اللي كان على الاقل. لا على الاقل بعدا يتنقد من ديك اليد. وهو كما قالوا الاخوان وكما قال هو فمو راه 22 عام ولا 24 عام هو كيدير الدياليز، راه مسكين كله متقب، كله لحمو كله والدياليز صعيب، وثلاث ايام في السيمانه كما قال. كل ما لقاش الطبيبه اللي واقفه معاه، وقفه ديال الراجل ماشي ديال وقفه ديال الراجل اللي حل عليها فمو كيلقاها، لا من الراديونات ولا من العمليات. راه دارت له بزاف ديال شي ثلاثه ولا اربعه ديال اكثر من ثلاثه ولا اربعه العمليات داتهم على حسابها، والله يجازيها بخير. حتى هي واقفه معاه، حتى هي مشكوره من هذا المنبر، وكنطلبوا من المحسنين الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. شوفوا من عين الرحمه كما قالت الاخت حياه، راه الجنه هي هذه وراه الحج هو هذا. الا ما كانش هذا الشيء في قلوبنا في خوتنا المسلمين، منين غادي نطلبوا هذا الشيء؟ باقي الرحمه الحمد، باقي الرحمه الحمد لله. ربي شوف ما حد الخير، ما حد الخير باقي في الدنيا، راه باقا الشمس كطلع من بلاصتها. نيشان هذه هي الهضره، هذه هي الهضره ديال الاخوان، هذه هي الهضره ديال الناس اللي قلبهم عامر بالايمان. كما ربي طلق خالق الخير خلق الشر، داك الشيء اللي كاين توازن. ولكن ولكن كما كنقولوا من هذا المنبر الله يجازيكم بخير، نداء هذا لجميع المحسنين. نعم باش يشوفوا من عين الرحمن لهذا الوليد هذا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي كاين. نعم غنرجعوا عند اشرف باش نختموا هذا اللقاء المباشر، واللي كنتمناو انه الان توصل اتصالاتكم مشاهدينا. اختي تليفونك فين هو التليفون؟ كاين عطيه حط لنا التليفون نشوفوا واش وصلت شي ابيل. 0664 14 98 67، هذا هو الرقم ديال اشرف وديال الاسره ديالو. اللي غيبغى يتواصل معاه كيتواجد ببرج مولاي عمر وبالضبط قرب قهوه البوصنه اللي جا عنده، غادي نسول على اشرف سامبا. سامبا سامبا ومن لا يعرفه. هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، هذا الرقم هذا فيه الواتساب وفيه الابل ياك. نعم ماشي. نعم خويا اشرف، كلمتك الاخيره واللي تبغي تقول للمغاربه واللي كيشاهدوك الان. اخر اخر كلمه. نعم شويه عليك خويا، بشويه عليك، بشويه عليك، بشويه عليك. اخر كلمه تنشكر الطبيبه بعدا اولا. نعم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تنشكر الطبيبه أول. هذيك يا امي هذيك. اش غادي نقول لكم؟ ها انتوا اليوم تتشوفوا اشرف، انا براسي ما قديتش نهضر، يعني اشرف ما راني قلت لكم في الاول اشرف راه ماشي من داك النوع. شكرا لك خويا، شكرا. ما تبكيش اصاحبي، ما تبكيش كملي صحيح. انا قلت لكم في الاول راه اشرف من واحد النوع اللي بانه حساس بزاف. تنطلب من قلوب الرحمه، قلوب الرحيمه، قلوب الرحيمه، قلوب الرحيمه بانكم ترفقوا من حال اشرف. اشرف مسكين ما طلب والو، العين بصيره واليد قصيره لهذا الشاب هذا. يعني الحمد لله كما كانوش لاقين هاد الطبيبه هذه اللي واقفه معاه، باديه معاه مسكين من الاول حتى الاخر، يعني عرفات الظروف ديالو بالاخص من شافت الام ديالو توفات وشافت الاب ديالو توفاو. يعني وبقات غير واحد الاخت اللي مسكينه تتخرج تتخدم مسكينه في الديور، تتخرج مسكينه للموقف باش تجيب مسكينه لقمه العيش ليه ما ياكل. والحمد لله كاين هاد الطبيبه هادي تتعاونوا بالدواء وتتعاونوا بالعمليات، ولكن اليوم راه كاينه عمليه تسوى 3 المليون. يعني هاد 3 المليون يعني راه القدر ديالها بزاف. والحمد لله حنايا كجمعيات المجتمع المدني وكجيران يعني مشينا تنطالبوا باش راه هبطات شويه، راه هبطات يعني. لا ماشي هذا هو الثمن الحقيقي، يعني على وجوه التدخل ديالنا والتدخل ديال السكينه والحاله ديالو. يعني الحمد لله راه كاينه باش وصلت هاد 3 المليون. يعني العمليه بانها خاصها دار له في الدار البيضاء، يعني تما خاصها دار، ولكن بان الساكنه راه ان شاء الله نهار اللي غيبغي اشرف باش يدير العمليه، يعني احنا راه ما غاديش نجلسوا، راه احنا غادي نمشيو معاه وغادي نساندوه، ولكن غادي نتعاونوا بالفعل. يعني غادي تعاون الساكنه وغادي تعاون كل شيء على اشرف، يعني اشرف غادي يتعاون عليه كلشي غيتعاون. ولكن تنطالبوا من الناس المحسنين بانهم يعاونونا، الناس اللي عندهم يعني يخفف علينا شي حاجه، اللي يخفف علينا شي حاجه. حنا تنطلبوا قلوب الرحمه، الناس اللي عندها واللي تمشي مثلا، اللي باغي يمشي يحج تيفكر في الحج، ها الحج ديالو
اللي غيدير العمليه غنجيو عنده وغنقول لهم ها هو دار العمليه، ها هو اشرف وغادي يشكركم وغادي يهضر وغادي يتكلم، وتنطلبوا من الله يدير الخير. يلا خويا خوتك المغاربه كيشوفوا فيك وتعاطفوا معاك، الان الناس عدد ديال الناس كتبكي معاك، عدد ديال الناس كيقول الله يشافيك خويا، عدد ديال الناس يعني كتالم معاك في هذه اللحظه هذه. حسوا بك الناس اخويا اشرف بلا ما تتكلم، شوف الشوفات ديالك والتحركات ديالك كتحدث على كل شيء. قول لنا اخويا شنو كلمتك الاخيره وشنو بغيتي من خوتك المغاربه؟ تنبغي المغاربه يعيش مساعده غير العمليه، غادي نطالب صافي. واللي عنده باش كاع يجي يدير لك العمليه يمشي يخلصها بيديه ياه صافي، هذا هو ما يعطينيش يخلصها بيديه، يمشي معايا للطبيب ويخلصها بيديه، هذا هو الطلب ديالك صافي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى ليا ما نقول لكم الكلمه اشرف واضحه ومن القلب وما فيها لا زواق لا نفاق لا مجامله لا حتى شي حاجه، عاونوني ندير العمليه وصافي، راه ما عنديش الله غالب لا اله الا الله. ان شاء الله الطلب ديالك ما يمشيش اخويا ان شاء الله، وغتلقى القلوب الرحيمه باذن الله. كنتمنوا من الله انه ربي سبحانه وتعالى يسخر لك الجنود ديالو في الارض اللي غادي يكونوا معاك ان شاء الله، ويهزوا عليك هذا الحمل هذا، ويهزوا الحمل كذلك على هاد البطانة الصالحة، وعلى هاد الناس اللي دايرين بيك، وعلى هاد الناس الطيبين اللي سمعنا منهم الآن كلام طيب. الحمد لله رسولنا الكريم وصى على السابع جار، وهذا نموذج للجورة والقلب الكبير، ولاد الحومة ولاد الدرب، وهادشي اللي شاقين ليه في عدد من الأحياء، هادشي اللي مابقاش في بزاف ديال الدروبة، باش ما نبقاوش نقولوا غال لا راه برج مولاي عمر فيه وفيه وفيه، كذلك فيه التضامن وفيه الحب وفيه الناس كتقرب لبعضياتها، والناس كتطلع على بعضياتها، والناس كتقلب على بعضياتها، وهذا هذه صناعه مغربيه وطابع مغربي الحمد لله، كاين في المغرب بس ما كاين حتى شي بلاصه. داك التكافل الاجتماعي عندنا غير بوحدنا، حنا كنحسوا ببعضياتنا وحنا كنقربوا لبعضياتنا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لحسن المتابعه والاصغاء. الرقم ديال اشرف سامبا سامبا اللي هذا هو اللقب ديالو باش ملقبينو الاخوان وباش كيعرفوه هنا ولاد البرج والاصدقاء هنايا، 34 سنه 23 عام، وهو كيدير دياليز كيسكن بالقرب من قهوه البوسطه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وبالضبط برج مولاي عمر، الرقم ديالو اللي فيه الابيل والواتساب اللي هو 0664 14 68 67، الدال على الخير كفاعله، والله لا يضيع اجر المحسنين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، عاونونا حتى اللي ما لقاش باش عاونوا اشرف، ما تعاونوناش حنا، عاونوا اشرف باش توصل ليه الرساله ديالو، وباش تبقى ليه دراعه مسكين، لانه الا ما دارش هذه العمليه فهذاك الدراع معرض للبصر. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكاع الناس اللي حاضرين معايا هنا، تحياتي لكم جميعا. شكرا اختي، شكرا اختي حياه، كنتمنوا لك الخير اخويا اشرف في القريب ان شاء الله، ونسمعوا لك اخبار جميله، والله يدير التاويل ديال الخير. الى اللقاء مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كان معكم منير من مكناس.